بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية حل المشكلات تطبيقا على درس الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح، نتذكر معا خطوات حل المشكلات وهم خمس خطوات. الخطوة الأولى الشعور بالمشكلة، ثم تحديد المشكلة، ثم سبب المشكلة، والرابعة بعدما نعرف السبب حل المشكلة، والخامسة تطبيق الحل على المشكلات المشابهة. الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، سبب المشكلة، حل المشكلة، تطبيق الحل على المشكلات المشابهة. متى شعرنا بالمشكلة؟ يوم فواز دخل المنزل غاضبا. عندما دخل فواز المنزل غاضبا، شعر الوالد بمشكلة. طيب، ما المشكلة؟ إن فواز تشاجر مع بعض الأولاد. هذه مشكلة كبيرة، التشاجر مع الأولاد ممكن تسبب له عاهة، أو هو يسبب لك عاهة مستديمة. ما ينفع التشاجر مع زملائك. طب ما السبب؟ ما سبب المشكلة يا صالح؟ ما سبب المشكلة يا زياد؟ يعني ايش السبب؟ ما الذي يسبب التهاوش والتشاجر؟ الشيطان والغضب. الشيطان دائما يريد منك يا عبد الله أن تفعل الخطأ. عندما قال لله عز وجل ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، خلاص هنسيبك لغاية يوم القيامة. قال ربي بما أغويتني لأغوينهم ولأزينن لهم طريقك المستقيم، يعني هضحك عليهم، إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين دول اللي هم المتقين، أصحاب الخلق الحسن الذين يستجيبون لأوامر الله، دول الشيطان ما يقدر يضحك عليه. يبقى إذن الشيطان قال لله إيه؟ لا مرنهم ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يجي لك يوسوس لك، كل ما تيجي تعمل حاجة يوسوس لك، عاوزك ما تبقى كويس أبد. حتى وانت في الصلاة لك العب، اضربه، اضحك، دفه، ها دايما كده. فسبب هذه المشاجرة هو من؟ هو الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل يقول له أوصني، قال لا تغضب. لا، هذه الوصية وصية عظيمة، لا تغضب. إذا منعت نفسك من الغضب فلن تتشاجر ولن تحدث كثير من المشكلات. يبقى إذن السبب هو الغضب والشيطان. كيف تم الحل؟ كيف تم حل؟ أول حل، يوم فصل عليهم عاد، فصل بينهما عادي، فرق بينهما. طيب الحل الثاني، الوالد بارك الله فيه، الوالد ضرب مثلا لفواز وقال له لقد عفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين آذوه ولم ينتقم منهم، حتى يتعلم فواز أن يعفو ولا ينتقم. ماذا فعل فواز في النهاية؟ قال لقد ذهب عني الغضب
لا أتشاجر بعد اليوم. هذا الحل جميل. أول شيء، أول حل كان إيه؟ ها، ما الحل الأول؟ فصل بينهما عادل. ما هو احنا ما ينفعش نفضل قاعدين نتفرج على بعض، ها؟ انتوا لازم تشاركوا معانا يا رجاله. فصل بيننا عادل. طب الحل الثاني؟ لا ما ينفعش كده يا عم ماجد. الحل الثاني، الحل الثاني، الحل الثاني، الحل الثاني، ضرب له الأب مثلا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة الذين آذوه ولم ينتقم منهم. عرفتوا الحل الثاني؟ إيه هو الحل الثاني؟ الوالد لا يقولين فقد عفى نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين آذوه ولم ينتقموا. بيديله مثل في العفو وعدم الانتقام. هل عرفت الحل الثاني؟ ايه؟ ما هو؟ الوالد علم فواز الا ينتقم كما فعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهل مكة. هل عرفت الحل الثاني؟ قل له يا صالح يا غندي، قل له الحل الثاني. هل عرفت الحل الثاني؟ الوالد علي لا يا بني فقد عفى نبينا، لقد عفى نبينا. الوالد لا يا بني. انا عاوزك تقولي من غير ما تقرا، انت فهمت حاجه من هذا المثال؟ ما فهمت شيء؟ قول له يا راجل انت فهمت ايه؟ نعفو عنه كما فعل من؟ الرسول مع أهل مكة. يبقى نعفو عمن يظلمنا كما فعل النبي مع أهل مكة، العفو والتسامح كما فعل النبي مع أهل مكة الذين أذوه. فهمت حاجة؟ ها؟ نعفو عمن يظلمنا كما فعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أهل مكة الذين أذوه. يبقى هل عرفت الحل الثاني؟ ايه هو؟ لا يا بني فقد عفى نبينا صلى الله عليه وسلم عن اهل مكة الذين آذوا ولم ينتقموا منه. ينتقم منه. طيب ماذا فعل فواز في النهاية؟ قال ايه؟ ها، لقد ذهب عني الغضب وأعدك ما لا أتشاجر مع أحد بعد اليوم. اتحلت المشكلة. طب ماذا تفعل لو حدثت لك مثل هذه المشكلة؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا رأيت طالبين يتشاجران؟ ماذا تفعل لو وجدت عبد الله وفهد يتهاوشان يتشاجران؟ ماذا تفعل؟ تتفرج عليهم؟ امال تعمل ايه؟ ابعدهم عن بعض، افصل بينهم، اتعلم من عادل، صح؟ وهل هناك حل اخر؟ هل هناك حل اخر؟ ايوه، ان احنا نخليهم يتاسفوا على بعض وما يتهاوشوا. يسلموا على بعض ونصالحهم. وهل هناك حل اخر؟ أعطي لهم كلمة عشان يتعلموا. أدي لهم قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في عفوه عن أهل مكة الذين أذوه ولم ينتقم منهم. تمام؟ طيب لو أنا حبيت أسأل، ما سبب، متى شعرنا بالمشكلة؟ عندما فواز الشجرة. لا، عندما دخل فواز المنزل غاب. هل عرفت سبب المشكلة؟ أحمد، ما السبب؟ ما الذي جعل فواز يتشاجر؟ إيه اللي خلاه
يتضارب مع الأولاد. إيه؟ ما هذا المشكلة. أيوة يعني اللي خلى فيه مشكلة. اسمع يا ابني، ما الذي جعل هناك مشكلة والتهاوش والضرب؟ تتخيل ما الذي يجعل الإنسان يضرب إنسان آخر؟ من الذي يوسوس له؟ الشيطان والغضب. الشيطان والغضب، تمام؟ ما هي المشكلة؟ ما المشكلة؟ تشاجر فواز مع بعض الأولاد، هذه مشكلة كبيرة، احذر أن تقع فيها، فربما تصيب. يعني لو كسر لك نظارة، أنت خرمت له عينه، كسرت له سنة، مشكلة، وممكن تدخل السجن. بعض الناس يبدأ تشاجر بسيط وبعدين تؤدي إلى القتل ويدخل في السجن ويتشرد أولاده. مشكلة التشاجر هذا من الشيطان، فنبتعد عنه ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وجدت اثنان يتشاجران ماذا تفعل؟ أفصل بينهما وأحكي لهم قصة الرسول صلى الله عن عفوه عن أهل مكة الذين أذوه ولم ينتقم منهم. ولو حدثت لي مثل هذه المشكلة، أنا الذي كنت أتشاجر، ماذا أفعل؟ أتسامح معه وأتذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأعفو عنه وأسلم عليه وأقول له أنا آسف، لقد ضحك علينا من؟ الشيطان والغضب. تمام يا أبطال؟ تمام. يبقى نتعلم العفو والتسامح، لا نتشاجر، ونتذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما حدثت مشاجرة نعفو عمن ظلمنا.